بس انتوا جيل يعني عانيتوا وتعبتوا، لكن حطيتوا الحجر البذره الاولانيه في افريقيا. الطياره بقى وانتم مسافرين افريقيا وقتها، احنا سافرنا في طياره يعني احنا سافرنا كان مجموعه كبيره جدا، مجموعه كبيره من كل الجهات في مصر، لان كانت في حرص كبير جدا 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 ان النادي الاهلي يرجع بالبطوله دي. سافرنا وسافر معانا كابتن صالح انا فاكر، وسافر معانا الوزير، وسافر معانا مندوب من القوات المسلحه، ويعني من كل الجهات كانت الدنيا يعني متكاتفه معانا عشان ناخد البطوله دي. سافرنا في طياره عسكريه اسمها سي على ما اظن 130. الطياره دي جابوا لنا كراسي اللي هي بتاعه الاتوبيسات بتاعه زمان، اللي هي الكرسي لازق في الكرسي، دكك نقول عليها دكك، يعني انا شايف الدكك كمان يعني يعني هي هي هي, هي فاضيه الطياره فاضيه، بس هم حطوا فيها الكراسي دي عشان نقعد فيها. طبعا احنا كنا كتير قوي، الكراسي دي نوع بالظبط كده يا اسامه، يعني عايز كله قاعد جنب بعض كده، يعني احنا يعني مفيش مساحه لازق في ركبتي. الامر صعب قوي، والغير كده بقى احنا خدنا المسافه ما بين هنا وما بين السودان في 3 ساعات، وهي المسافه ما بين هنا وبين السعاد في الطياره العاديه كانت ساعتين. خدنا المسافه ما بين السودان لغايه ما رحنا احنا، هما برضو الطياره الخاصه كانت معموله لينا، دي حاجه هايله جدا. يعني كنا واخدين فيها اكلنا وشربنا، لان الدنيا كانت صعبه جدا في غانا في هذا التوقيت. يعني الطياره هتنزل بينا في خماسي، لان الطياره الكبيره ما بتنزلش في خماسي، الطياره العاديه. فده برضو كانت من الحاجات الترتيبات اللي هي عايزين يعني يكرمونا بيها، لكن كانت السفريه كان في مراتب في الطياره جوه. بص يا حسام، احنا سيبنا البتاع دوت وطلعنا ورا. ما احنا ما نقدرش يعني قاعدين ساعات، قاعده صعبه. ده من السودان لغايه ما رحنا خماسي 6 ساعات. يعني السفريه واخده لها 10 ساعات، والطياره خاصه كمان. صعب. يعني احنا نزلنا السودان، ومن السودان لخماسي كانت الامور صعبه جدا. طبعا سيبنا البتاع ده وطلعنا ورا في حته واسعه كده هناك. على الارض كده كلنا تقريبا معظمنا نام في الكلام دوت، وكانت الامور صعبه جدا جدا. ولما رحنا بقى هناك كانت في معاناه بشكل كبير جدا. يعني طبعا سابوكوا كده براحتكم هناك، ولا برضو الامور وشغل افريقيا بقى وانتوا هناك والبطوله هتضيع منهم؟ بص يا سام، احنا ما يعني كناش نعرف افريقيا قوي. احنا شفنا في خماسي دي، انا فعلا شفت فيها فعلا حاجه بيحبوا الكره حب غير طبيعي. لا فرقه، خصوصا كمان غانا وفي خماسي كمان وبالفرقه بتاعتهم ديت، فعايشين للكوره. انا حاسس ان البلد كلها عايشه للكوره الصبح وبالليل، ويعني امر صعب قوي. احنا طبعا كنا نازلين في فندق يعني كده زي الاوض محطوطه على الارضيه، فكان حوالينا الناس قريبين مننا، وكانوا على طول عاملين لنا ازعاج. وطبعا هم كانوا عاملين حسابهم ان احنا كسبانين، وهم الكلام ده ممكن ياثر علينا، وفعلا كان مأثر علينا، لان احنا فعلا كنا عايشين الامر، كان امر صعب جدا جدا جدا. يوم الماتش واحنا داخلين الملعب، لو تعرف احنا وصلنا في قد ايه. وغير كده وكده، واحنا في كل فطله يطلع واحد حد من الناس الامن يقعد يبص في العربيه وبتاع، يعني ايه، كان في صعوبات كبيره في امر. يعني فعلا احنا البطوله ديت يعني ايه، كانت بطوله غاليه جدا جدا، وبطوله يعني كانت حلوه قوي قوي لابعد الحدود. لانها كانت فيها يعني اولا اول بطوله، المتاعب اللي حوالينها كانت متاعب يعني انا مش قادر اوصفها، انا بحاول يعني اوصف كمان. هناك المباراه خلصت 1-1. نعم صح كده. نعم. وتفتكر صوت المعلق ميمي الشربين لما يقول مختار مختار والخطيب في الهدف. يعني طبعا ما كناش عشنا الكلام ده، عشناه لما جينا يعني وسمعنا الكلام يعني هو بيتكلم. بس هو فعلا الملعب، خلي بالك بقى، احنا واحنا موجودين في الملعب في طياره جت فوق، نزلت في الملعب، جه رئيس الجمهوريه نزل من الطياره. طبعا دي كمان ليها تاثير، طبعا تاثير عند الناس وتاثير علينا. يعني ايه يا عم، ايه الكلام ده، احنا طبعا ما شفناهوش يعني ما نعرفوش. فاكيد ان الكلام يعني بفضل الله، التاثيرات اللي هم عملوها احنا بفضل الله احنا كنا فرقه كويسه، ودي برضه كانت مديانه. انتوا جيل عظيم يا كابتن، مش فرقه كويسه بس، انتوا جيل عظيم في كل حاجه بفضل الله يعني الحمد لله. فدي ساعدتنا برضه ان احنا نكون يعني ثابتين. حتى لما جه فينا الجون
جه فينا الجون في اول تايم وفي في على ما اظن في 20 دقيقه الاولانيه. لكن الحمد لله كملنا والامور مشيت وقدرنا نجيب الجون التعادل بتاعنا وكان عندنا فرص بشكل كويس والحمد لله. يعني اكيد ان ده من افضل ذكرياتنا في الكوره هذه المباراه وهذه البطوله. والخطيب خطيب جول يا جول 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 جول